تحياتي ومساء الخير على حضراتكم، واهلا بيكم في حلقه جديده من اليوم وغدا. العقل السليم في الجسم السليم، دي جمله مكتوبه على معظم حوائط المدارس في مصر من جوه ومن بره، وطول النهار والليل بتتردد على اولادنا الطلاب في الفصول والمناهج المختلفه. لكن في حقيقه الامر لو فرغنا المقوله الصحيحه دي من محتواها، لما خلينا بنفسنا وبوعينا وبإرادتنا حصة التربية البدنية أو اللي بتعرف في مجتمعنا المصري بحصة الألعاب اللي هتخلي الجسم السليم وراء العقل السليم بالفعل، خليناها آخر أولوياتنا في المدرسة. طبعا هي وحصة الموسيقى والرسم، بس إحنا النهاردة يمكن هنركز في حتة الجسم السليم. طيب خلينا نسأل، جسم سليم منين؟ وحصة التربية البدنية أو الألعاب بتبقى مرة أو مرتين في الأسبوع بالكتير، وللأسف في معظم الأحيان الطلاب ما بياخدوهاش. ليه؟ لأن بيجي أحد المدرسين أو إحدى المدرسات تستلفها من مدرس التربية البدنية عشان عندها دروس متأخرة في المنهج، فبالتالي الطالب المصري بيفتقد الأهمية اللي موجودة في حصة التربية البدنية. طيب جسم سليم منين؟ وإحنا حتى لو بذلنا شوية مجهود بدني لطيف بنوصل لحد بوفيه المدرسة أو اللي إحنا عارفينه يعني باسم الكانتين، ونلاقي جواه ملذة وطاب من كل أنواع بقى الشوكولاتة والمية الغازية والعصاير اللي فيها مواد حافظة، وكمان الفاست فود والأكلات السريعة بدون أي نوع من أنواع الاهتمام الغذائي السليم اللي فعلا هيدينا الجسم السليم والعقل السليم. لأن حتى كمان إحنا أما بنيجي نقرر يعني نروح الجيم عشان نهتم بجسمنا بشكل يعني في قدر من الوعي مننا بعد ما بنكبر للأسف، بنلاقي إن في توازي ما بين إن في دكتور تغذية مدي لحضرتك نظام غذائي، وده بيبقى بشكل متكامل أو متوازي مع الألعاب اللي احنا بنروحها للجيم أو للمكان اللي بيحتوي يعني لمجموعة من الألعاب الرياضية دي، عشان نقدر إن احنا نوازي ما بين الغذاء وما بين الرياضة. فبالتالي أنا لازم يكون عندي في المدرسة تكامل وتوازي ما بين حاجة اسمها حصة تغذية، إن أنا بوعي فيها الطفل بالأكلات المفيدة أو بالأصناف اللي المفترض إن هو يتناولها، مع كمان حصة الألعاب اللي موجودة في جدول الحصص بتاعه، فبالتالي أنا عندي توازن. طب هنفترض إن ده تم في المدارس بتاعتنا، ما جيش بعد ده كله أروح للبوفيه أو الكانتين بتاع المدرسة زي ما إحنا قلنا، ونلاقي بقى فيه كل الأكلات بقى اللي هي الفاست فود دي والأكلات السريعة والمواد الحافظة وكل ده كله، وفي الآخر ألاقي نسبة السمنة موجودة في مجتمعنا مرتفعة جدا ونسبة الأنيميا مرتفعة جدا. مفهوم إن في نواحي تجارية مش هنختلف عليها، لكن التوعية الغذائية للطالب المصري والتلميذ بقى فرض لو فعلا عاوزين نشوف تغيير في التكوين الشكلي أو الجسماني وبالتالي العقلي والنفسي لجيل جديد جاي في مجتمعنا المصري. طبعا حاولنا ان احنا زي كل حلقة في اليوم وغدا ان احنا نتشارك مع حضراتكم في قضية من اهم القضايا اللي موجودة على الساحة في مجتمعنا من خلال الأسئلة اللي متعودين عليها مع حضراتكم على السوشيال ميديا تحديدا الفيسبوك. سألنا حضراتكم سؤال متعلق بمادة التربية الرياضية الألعاب، هل تؤيد إضافة مادة التربية الرياضية للمجموع الأساسي للطلاب في المدارس في الفترة اللي جاية؟ طبعا كانت نسبة نعم 53% ونسبة لا 47%، وده يدل على شيء برضو يدل إن حتى وإن كانت زي ما بنكرر كل حلقة إن دي نسبة عشوائية، بس النسبة متقاربة. يعني النسبة نعم هي اللي واخدة المساحة الأكبر 53%، لكن 47% برضو يعني في ناس ما بتأيدش ده. ما بتأيدش ده ليه؟
يمكن ما كانش فيه توضيح للأسباب دي بشكل مباشر. طيب كان في سؤال تاني عن مقترحات حضراتكم لتشجيع ممارسة الرياضة في المدرسة. لقينا بصراحة كم وعي كبير ومحترم يتشال فوق الراس. كان من أهم الآراء اللي جت في التعليقات دي أن يتم التعامل مع الرياضة البدنية في المدارس زيها زي أي مادة أساسية، زي اللغة العربية وزي الرياضيات وزي اللغة الإنجليزية وكل المواد اللي بتضاف للمجموع. ليه؟ عشان يكون فيه اهتمام أساسي بالحصة الخاصة دي. في رأي تاني محترم جدا تناول أن حصة التربية البدنية لازم تكون كمان موجودة في الأجازة الصيفية. طب إزاي الكلام ده؟ أن المدرسة تقوم بدور الأندية اللي موجودة في الأجازة الصيفية، لأن ده هيساعد الطلاب أن هم فعلا يتابعوا لو في ألعاب هم اكتشفوها في نفسهم أو مهارات رياضية اكتشفوها في نفسهم، فما تبقاش الاهتمام بالرياضة في الفصول الدراسية، الفصل الأول والفصل الثاني الموجود في المدارس. كمان ليه ما يكونش زي مجموعات التقوية؟ إزاي؟ بيبقى فيه مثلا بعد حضرتك ما بتخلص المدرسة أو اليوم الدراسي بتشترك لابنك في بعض المجموعات، مجموعات التقوية، بيبقى بسعر رمزي جدا وبعض الأسعار المخصصة للمجموعات دي على حسب المادة طبعا. بالتالي أنت بتخلي ابنك إن هو يشترك في المجموعات دي عشان يقوي نفسه في المواد الأساسية عشان يجيب مجموع أفضل. طب ليه ما نعملش ده في التربية البدنية؟ بحيث إن الطفل أو الطالب يكتشف نفسه في حصة الألعاب الأساسية اللي موجودة في اليوم الدراسي عادي جدا، فيكتشف مثلا إن هو عنده مهارة معينة في رياضة معينة، فيبدأ إن هو يكثفها مع بعض المدربين الرياضيين اللي بيتم التعاقد مع المدرسة بشكل برضو خاص مثلا، ويبدأ إن هم يبشروا مع الكابتن ده في الرياضة دي، وبالتالي المدرسة بيبقى ليها دور رياضي مع الدور التعليمي. ليه ما يكونش كمان ده من ضمن الآراء المحترمة، ليه ما يكونش كمان في وقت مخصص الصبح قبل طابور الصباح بيبقى ليه لوقت الرياضة، وفي نفس الوقت بعد آخر اليوم ليه ما يكونش وقت برضو للرياضة؟ ليه ما تكونش موجودة بشكل أساسي في اليوم الدراسي للطالب؟ حتى لو كانت يومين في الأسبوع، بس تكون اليومين دولت فعلا يبقى فيه دور بجد وحقيقي وبالتنسيق كمان مع دور أو حصة تكون موجودة في المدرسة لحصة التغذية، عشان يبقى فيه تكامل جسماني وعقلي ونفسي في ممارسة الرياضة. طبعا هنبدأ نتناقش في القضايا المهمة دي مع حضراتكم، وضيفنا النهاردة دكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة العلمية للنهوض بالرياضة بوزارة الشباب والرياضة. ابقوا دائما معنا بعد الفاصل. أضحت حصص التربية الرياضية بالمدارس حجر زاوية في سبيل إعداد الطلاب نفسيا وبدنيا. وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه التربية الرياضية في تشكيل شخصية الطلاب، إلا أنها في بعض الأحيان يتم إهمالها على اعتبار أنها دور ترفيهي وغير حيوي من غير المفترض الاعتماد عليه بالمدارس. وامتد هذا الاعتقاد لطائفة ليست بقليلة من أولياء الأمور باعتبار تلك الحصص مضيعة للوقت، متغافلين عن القيم العظيمة والفوائد الجمة الممكن اكتسابها عبر ممارسة الرياضة منذ نعومة الأظافر، فيما تبرز الأهمية في فترة المراهقة حيث يحتاج النشء إلى وقت لتفريغ الطاقة عن طريق أداء التمارين الرياضية الهادفة والبناءة، مما يسهم في الحد من ظاهرة العنف المدرسي التي انتشرت مؤخرا، فضلا عن القدرة على شغل وقت فراغ الطالب بشغف من نوع آخر يحفزه على بناء شخصيته وخلق روح المنافسة بينه وبين الطلاب، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي قد تقوده للإدمان.
فضلا عن منح الطلاب مناخا وبيئة صحية للانخراط في أنشطة اجتماعية تعزز من شخصيتهم وتمنحهم الشعور بالثقة في النفس والتدريب على القيادة في سن مبكرة. تحياتي لحضراتكم من جديد. ضيفي النهاردة هو واحد من أكبر رموز الرياضة المصرية على الإطلاق، بيحمل سجلا زاخرا بالإنجازات، وعلى الرغم من ارتباط اسمه بكرة القدم لأنه يعد أحد أهم خبراء الرياضة في مصر، وما دفع وزارة الشباب والرياضة لإسناد مهمة رئاسة اللجنة العلمية لتطوير الرياضة المصرية. وده طبعا هو هدف حوارنا النهاردة مع ضيفنا الكريم في جهود تشجيع ممارسة الرياضة، عن قضية الرياضة نفسها في المجتمع المصري وآليات تشجيع ممارستها خاصة في المدارس. دكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة العلمية للنهوض بالرياضة بوزارة الشباب والرياضة، بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بست. خلينا نبدأ مع حضرتك ونقول، هل إحنا في مجتمعنا المصري بنعاني من يعني قلة الوعي أو الثقافة في ضرورة التربية البدنية للأطفال خاصة في المدرسة؟ هو الحقيقة دي حقيقة موجودة، يعني لازم نعترف بيها لو كنا احنا عاوزين نعالج القضية دي، لأن بقالنا فترة طويلة الحقيقة نكدج من الظروف الاقتصادية والحروب اللي خاضتها مصر في القرن الماضي، يعني في نص القرن الماضي 3-4 حروب متتالية أثرت على بناء المدارس، وبالتالي أصبحت المدارس بتبقى 3 فترات، وفي بعض مدير المدارس لغى درس التربية الرياضية في المدرسة، كمان في الأفنية والملاعب اتبنى عليها فصول وبقى فيها تكدس للطلبة، فبعدت الأجيال خالص عن ممارسة الرياضة، فبقى الاهتمام كله بعملية التحصيل العلمي، وده اللي يمكن خلى بقى دروس الخصوصية وقضية المجموع هي الشغل الشاغل للناس أكتر من اهتمامهم بمقومات الشخصية اللي هي بقى الأسكس، القيم اللي هي بتيجي من خلال ممارسة الأنشطة بشكل عام والرياضة بشكل خاص. فدي عملت نوع من الحقيقة الانهيار للقيم الخلقية، ويمكن السلوكيات اختلفت وبقى في يعني زي ما احنا شايفين حتى في ممارسة رياضة البطولة بقى في مشاكل، لأن ما وصلش الفائدة الحقيقية للرياضة وممارستها وأهميتها بالنسبة للسلوك الشخصي. يعني احنا عندنا مشكلة في طبعا المجتمع المصري في استيعاب ثقافة الرياضة البدنية. صحيح. بشكل عام خاصة كمان في المدرسة. مظبوط. طيب احنا لمسنا ان في مشكلة. صحيح. دايما قبل ما نحط اي حل من اهم الخطوات عشان نوصل لحل صحيح هو ادراك المشكلة. صحيح. طيب احنا ادركنا المشكلة نبدأ منين؟ هو الحقيقة المدرسة ووزارة التربية والتعليم عندها هيكل كامل من الأساتذة ومن المدرسين ومن الموجهين، وعندهم كمان يعني احنا في التسعينات تقريبا عملنا كمان دروس التربية الرياضية داخل المناهج، سموها المناهج المطورة، وعملنا كمان معاها دليل المدرس ازاي يقوم بعملية التدريس وايه القيم المطلوبة سواء كانت معرفية او وجدانية او نفسية او حركية. فالموضوع نفسه موجود، يعني الموضوع نفسه موجود، هو عاوز قرار، يعني هو يمكن اول قرار طلع في بدايه هذا العام الدراسي ان الصف الاول والثاني والثالث في الابتدائي بقى فيه تربيه رياضيه، بس المجال هيلعبوا فين؟ كمان الاول والثاني والثالث الاعدادي هيتعمل فيهم تربيه بدنيه ويبقى فيها اختبارات بس ما تدخلش جوه المجموع. فأنا بتصور إن الهيكل موجود، هو آلية التنفيذ إزاي؟ يعني أنا بتصور دلوقتي إن مع التوجه اللي قاله السيادة الرئيس في إن التربية الرياضية تبقى مادة أساسية وإجبارية بالنسبة لإن المحافظة على صحة ولادنا، وخاصة المدرسة بشكل عام تحتوي على 21 مليون تلميذ،
يعني هي القاعدة الأساسية للشعب المصري، اللي احنا لو اهتمينا بصحته واهتمينا بأدائهم الحركي واهتمينا بسلوكهم اللي بيتم من خلال ممارسة النشاط الرياضي، بلا شك هتعملي مواطن صحيح الجسم صحيح البدن، صحيح. يستطيع أن ينتج أحسن أكيد، ويستطيع أن يحصل علميا أكتر. يعني احنا عملنا أبحاث كتير في كلية التربية الرياضية على التحصيل العلمي وأثر ممارسة الرياضة على التحصيل العلمي، لأن في مؤشرات إيجابية كتير. فالموضوع الحقيقة محتاج، وكويس أن الإعلام ابتدى يتولى هذه العملية الحقيقة، لأن الناس محتاجة توعية بأهمية الرياضة، لأن في كتير من أولياء الأمور مش متصورين مدى الفايدة، بيعتبروها زي ما بيقولوا لعب، يعني لعب فاضي ملوش منه نتيجة. لا، ده بيستخفوا بالدرس نفسه، درس التربية الرياضية. الاستخفاف مش من أولياء الأمور بس يا دكتور، يعني مع احترامي للمنظومة التربوية والدراسية اللي موجودة في بعض المدارس، لكن أما نلاقي يعني احنا كلنا كنا في مدارس وكنا بنشوف، بنلاقي مثلا ان احنا كان جوانا سعادة غامرة ان احنا عندنا حصة التربية البدنية او الالعاب، يعني ان احنا خلاص نازلين وكنا بنعمل تمارين، مش اللي هو احنا يعني بنلعب وخلاص، ونلاقي مثلا مدرس او مدرسة بمنتهى البساطة والسهولة اللي في الدنيا بتستأذن مدرسة التربية الرياضية ان هي تاخد الاولاد عشان تضم الحصتين على بعض عشان تخلص المنهج بتاعها اللي هي المفترض ملزمة بيه في حصتها بس. القصة مش اولياء الامور، يعني هي كل فرد موجود في المؤسسة التربوية، سواء احنا بنتكلم عن الاسرة المصرية، سواء احنا بنتكلم عن المدرسة، سواء ان احنا بنتكلم على التغيير الوعي والثقافي الموجود عند المدرسين وكمان اولياء الامور زي ما حضرتك قلت. هو حضرتك كلامك صحيح، لان حتى مدير المدارس ابتدى يحطوا دروس التربية الرياضية في اخر الجدول، وبقوا يمشوهم الحصة الاخيرة، الحصة الاخيرة وبقوا يمشوهم بدري عشان يروحوا ياخدوا دروس خصوصية. وفي فترة من الفترات وزارة التربية والتعليم بقت وزارة التعليم فقط، ما سموهاش نسوا حكاية التربية، يعني المفترض ان هي الأولوية ليها بالظبط كده. يعني حتى التقرير اللي بيتعرض قدامنا الوقت هو تقرير المدرسة اليابانية على ما أظن. طبعا ده حقيقي، ده حقيقي. فالمدرسة اليابانية بتتعلم عن طريق النشاط البدني. يعني في الفترة الأولى، حتى المدرسة الألمانية نفس اللي موجودة في مصر، كل الفترة الأولى بتاعت ابتدائي تعليم عن طريق النشاط. يعني مش تعليم مباشر اللي هو تحصيل علمي ويذاكر ويمتحن. يعني هي ممارسة أكثر منها، ومن خلال النشاط البدني أو دروس التربية الرياضية بيتعلم الحقائق العلمية. فدي أمور الحقيقة واضحة جدا. ومدير المدارس الحقيقة احنا بنسميهم، يعني مدير المدرسة اللي مش مؤمن بعملية ممارسة الأنشطة وبيلغيها من جدول الحصص، بنعتبره ان هو مهتم بقضايا التحصيل والحشو اكتر ما هو مهتم بتكوين الشخصية. لان تكوين الشخصية تعرف حضرتك فيها جانب تحصيل علمي، وفي نفس الوقت جانب مقومات الشخصية والسلوك، وده مهم. يعني ما معنى ان انا حصلت على اعلى شهادات وصحتي عليلة مش قادر اقوم بواجباتي العلمية حتى. اكيد. فطبعا دي كلها امور عاوزة نوع من التوعية العامة، اولياء الامور ومدير المدارس، مدرس التربية الرياضية كمان اللي بيسمحوا ازاي ان زميله بياخد منه الحصة او الدرس، ازاي ما هو بالنسبة له بيريحه، ما هو بيريحه. لا، مش قضية راحة، قضية انا عليا واجب، عليا واجب لازم اعمله كمان، دي برضو مهمة. طيب احنا عندنا يعني كان سؤال ونسبة يعني ما ينفعش ان احنا نتخطاها كده مع حضرتك يا دكتور. كنا بنسأل على السوشيال ميديا، هل بتؤيد اضافة مادة التربية البدنية على المجموع الاساسي للطالب المصري؟ كانت النسبة 47 لا و53 نعم. طبعا هي النسبة الاكبر نعم، لكن برضو في نسبة مش قليلة بتتكلم وتقول ان 47 لا. كانت من ضمن الآراء اللي عبرت عن إن النسبة دي أو إن هي مش راضية عن القرار ده، أنا بيقول لك دي قدرات خاصة، وإن في نفس الوقت دي نسب متفاوتة ونسبية متغيرة ما بين كل طالب وطالب تاني.
زائد ان التقييم ممكن ما يكونش تقييم صحيح، يعني في مادة العربي مثلا او اي من المواد الاساسية انا الطالب عنده ورقة واسئلة واجابة صح صح غلط غلط، لكن التربية البدنية لا، هي محتاجة يعني ناس بتشوفها قدرات وحاجات نسبية، فأنا ليه أجازف بابني في درجات ممكن يخسرها في سبيل أن دي قدرات خاصة؟ شايف دي ثقافة برضو محتاجة تتغير ولا إيه بالظبط؟ محتاجة تتعرف للناس. يعني إحنا ما بنيجي نقيم ما بنقيمش كده يعني كل الناس مهاراتها عالية أو كل الناس موهوبين وأبطال، لا، إحنا بندي مجموعات من التمرينات، وفي العادة التمرينات دي بتبقى هي الاختبارات، ولازم بيتعمل لها قياس في الأول قبلي، وبنشوف مستوى التقدم يعني باختبارات تانية مقننة، اختبارات سهلة ما فيهاش نوع من المهارات الحركية العالية، هم متصورين زي الفنون والموسيقى بالضبط كده. يعني حتى مثلا أنا ما بعرفش أرسم، ما عنديش هذه دي موهبة قدرة عالية، لكن ممكن اتذوق الرسم، اعرف اللوحه دي شكلها ايه. نفس الكلام بالنسبه للرياضه، مش ضروري انا ابقى بطل، مش ضروري على الوقت النجم الكبير اللي بقى يعني نعتبره ايقونه الشباب محمد صلاح بسلوكه وتصرفه ولعبه، مش ضروري ابقى محمد صلاح، مين قال؟ لكن انا امارس في فرق بين قضيه الممارسه وقضيه ان ابقى رياضي محترف، فرق كبير جدا، لان دي مهنه، يعني الموهبه دي بتبقى مهنه يتكسب منها عيشه، لكن هنا ممارسه الرياضه لصحتي الشخصيه. كمان المدرس مش بيحط ليفل موحد للناس كلها، في مراعاه لكل الحالات الخاصه، لان في دمج ما بين الحالات الخاصه وحالات الاعاقه، ودي كلها وكل مرحلة عمرية بيبقى ليها متطلبات جسدية مختلفة بالظبط كده، فهي محتاجة ثقافة يعني وعي. عملية المهارات وعملية حجم النشاط البدني اللي بيبذله ومقدار الحمل للطالب بيختلف طبقا لمرحلة النمو. يعني العملية مش كده وخلاص، مش اعتباطية اطلاقا، لان كل مرحلة من مراحل النمو لها تمريناتها الخاصة، لان كمان بيبقى الأجهزة الوظيفية بتاعت الولد لسه ما اكتملتش، ما يقدرش يتحمل المجهود العالي، فلازم يبقى المجهود مناسب لقدرته والحجم أجهزته وحجم نموها. يعني الموضوع الناس لازم تبقى عارفة ان مدرس التربية الرياضية بياخد مواد مهتمة بها، بياخد فيسيولوجيا رياضة، بياخد تشريح، بياخد مثلا صحة عامة، بياخد تغذية، في كل الحاجات دي بتتجمع في الدرس، بيفهمه ويوعيه ويعرفه الحركة دي ليه، ويعني ايه مرونة، ويعني ايه رشاقة، ويعني ايه سرعة. حضرتك سبقتني في طرح النقطة دي، يعني انا محتاجة اتكلم مع حضرتك في نقطة كلية التربية الرياضية في مصر، أهمية الكلية دي، خاصة كمان إن احنا اتفقنا إن المدرسة ليها العامل الأكبر والدور الأكبر في التوعية بالتربية البدنية للطفل ومن ثم للشاب بعد كده أما يكبر في الجامعات وهكذا. طيب احنا بنتكلم إن في مدرس متخصص في تدريس المادة دي أو في إقامة التمارين الخاصة بالحصة دي. طيب احنا بنتكلم في حتة ان هو فعلا الكليات، كليات التربية الرياضية هي فعلا بتعمل على تأهيل المدرس على ان هو يبقى بيتولى المسؤولية دي، غير كمان لبعض المدارس ما بتعينش مدرسين من كلية التربية الرياضية، بتعين مدرس غير متخصص، يعني دي المشكلة. هو مش ما بتعينش طبعا، التعيين بيتم من الوزارة، لكن المدارس الخاصة المصاريف عالية من ضمن الحاجة اللي بتديها أولوية لدخول الطلبة هو التربية الرياضية، وبيدوا مرتبات عالية جدا. المشكلة مش المدارس الحكومية ما بتعينش، بيطلع قرارات تعيين ومدرسي التربية الرياضية الخريجين ما بيرضوش يروحوا يتعينوا، المرتبات محدودة وعندهم مشاكل في عملية المرتبات، فبيشتغلوا بره، بيشتغلوا في الأندية، بيشتغلوا في الجيم، بيشتغلوا في المصانع، بيشتغلوا في المنشآت الترويحية زي الأوتيلات والهيلث كلاب والجيم، فبياخدوا مرتبات عالية في التدريب، في الإدارة الرياضية،
في الأندية، في مؤسسات الصحة، يعني سابوا الحتة الأساسية اللي موجود. احنا كان في الأول عندنا معهدين فقط، وبعدين بقوا كليتين، كلية في القاهرة وفي كلية اسكندرية، واحدة بنين واحدة بنات، واحدة بنين واحدة بنات. الوقت احنا عندنا 27 كلية في 27 جامعة، عدد مش قليل تماما خالص. وكمان جامعة الأزهر عملت كلية للرياضة للبنين وللبنات، يعني كليتين للتربية الرياضية، تخيل. فالموضوع بقى فيه خريجين موجودين، والخريج ده بيتعلم على، طبعا بياخد تربية، بياخد مناهج وطرق تدريس، يعني علم زي أي علم من العلوم. هما الناس مش متصورة، يعني للأسف الشديد، يعني مش متصورة إن ده علم وأصبح ليه قواعد، وإن مش أي حد يقوم بعملية التدريس، لازم يبقى تربوي. بتسلمي ابنك، بتسلمي ابنك لمدرس بيعمل له نشاط حركي، يعني أمانة، لأن الحركة لو مش مظبوطة وما بتأداش بشكل صحيح لا قدر ممكن الله ممكن يكون ليها عواقب وخيمة. فلازم يبقوا عارفين ان هو بيدرس مواد تختص بهذه الحركة بأشكالها المختلفة، مواد ومقررات، ومقررات لها اختبارات ومتمشية مع حركة الإنسان ومراحل نموه والأساليب التربوية المتبعة، يعني لها مناهج ولها طرق تدريس خاصة، مش هي طرق تدريس عامة، لا، طرق تدريس خاصة بالعمل الحركي، بالنشاط الحركي المتناسب مع النمو، المتناسب مع حركة التلميذ، مع حالته الصحية. يعني حتى حالته الصحية لازم تتدارك، لازم يتعمل ليه كارت طبي، يتعمل كشف طبي عليه في البداية. هو وكشف دوري طبعا للاطمئنان على طبعا صحته. ما يقدرش يمارس رياضة إلا من خلال كشف طبي، لازم. طب ما هو الوقت هو الرئيس اكتشف الموضوع ده، مش مع مليون مواطن صحة، 100 مليون صحة، 100 مليون مواطن صحة. طيب ال 100 مليون مواطن صحة اكتشف ان في سمنة، وان حتى اولاد الاغنياء برضو عندهم انيميا، اللي ما عندوش معلومات عن التغذية الصحيحة، وطبعا الفاست فود والدهون والحاجات الغير صحية اللي بتتاكل. في نفس الوقت اللي هم الناس المتوسطة الحال لما بيروحوا المدارس الحكومية برضو عشان ما بيأديش حركة وما بيعملش تغذية سليمة، فطبعا بيبقى برضو عنده أنيميا. ما هو يمكن احنا يعني اشرنا للنقطه دي، ان يبقى لازم يكون في تنسيق وتكامل ما بين حصه مخصصه اسمها حصه تغذيه في المدرسه، ان يبقى في وعي للطالب بالاغذيه السليمه المفترض ان هو ياخدها، وما بين الانشطه الرياضيه اللي بيمارسها في حصه مدرس التربيه الرياضيه. اكيد بيدي هذا الكلام، بيدرسه، يعني بيخرج مدرك لهذا الاتجاه وعارف، فهو اللي بيديله هذا الإيحاء، وانه يضمن انه هو كمان يتغذى تغذيه سليمه عشان يقدر كمان يقوم باداء الحركه. اكيد اكيد. والبطاقه دي بتستمر معاه على فكره، يعني المفروض البطاقه الصحيه دي تستمر معاه على مدار، كان زمان كده في المدارس. يعني احنا تعلمنا رياضه مش في الانديه، ما كانش في انديه بالحجم اللي موجود حاليا، احنا تعلمنا الرياضه في المدارس. والانديه خدت من المدارس المتميزين رياضيا، عكس الوقت الاكاديميات اللي مفتوحه، لان ما فيش تربية رياضية في المدرسة. طيب احنا اعترفنا في الاول خالص يا دكتور ان في مشكلة عندنا في المجتمع المصري في ثقافة التربية البدنية. صحيح. خلينا نتابع اراء الشارع المصري، ايه كان رأيه في قصة اضافة مادة التربية البدنية للمجموع الاساسي، او مقترحاتهم في تطوير النشاط الرياضي داخل المدرسة. نتابع. طيب. الشغل كتير، يعني واحد من الناس ممكن ايه يطلع الصبح دماغه كلها بالشغل، الرياضه هيلاقيها اخر حاجه، مع ان الرياضه مهمه جدا للجسم، هتفوق الجسم وبتزيد العمر زي ما بيقولوا. والله الرياضه مطلوبه طبعا لكل الاعمار، يعني بس يعني زي ما اقول لحضرتك كده، هي الفكره ان الناس يعني ايه، في اولويات في الحاله اليوميه بتاعت المجتمع المصري بالذات، يعني الاولويات اللي هي الانسان بيبقى مشغول بعمله. هو في اكتر من ان يبقى عندنا محمد صلاح عشان الناس ما تبقاش مهتمه، في اكتر من المنتخب بتاعنا ماشي، بسم الله ما شاء الله ماشي بخطى ثابته. انا من الناس اللي انا يعني بحبها جدا والله،
رغم ليه بقى؟ لان طبعا بتنشط الجسم وبتنمي الفكر وبتخلي الانسان عنده لياقه بدنيه عاليه كويسه، يقدر يمشي، يقدر يروح، يقدر يجي، يقدر كده يشتغل، يقدر يروح في اي حته. هي الاسباب اللي ما تخليش حد يمارس الرياضه الكسل. هو اللي جايب الام الغضروف وهو اللي عامل الكرش عند المصريين هي عدم الرياضه. ابسط الامور حتى رياضه المشي، يعني احنا كبار اهو على الاقل بنمشي نص ساعه في اليوم. شغلة اللي مأثرة على الناس اللي هي بتشتغل على طول ما عندهاش وقت لا تعمل رياضة غير بره، بره عندهم حياة اللي احنا شغل ورياضة وبيت. العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة دلوقتي هي بقت مش كرياضة بس، كناحية سياسية كمان، يعني الرياضة دخلت في السياسة وبقت صناعة فلازم نهتم بيها لأن دي بتزود الاقتصاد طبعا. والله هو المفروض ان كلنا نهتم بالموضوع ده لأن حاجة أساسية في حياتنا، وإن هو بيساعد على إن إحنا نبقى عندنا طاقة إيجابية. بس إن إحنا نشجعهم إن إحنا نحاول نبدأ بنفسنا، نبدأ إحنا الأول نعمل كده. والله بيمارسوا وبيشجعوا، مش ما حدش بيشجعش، بس في ناس كتير يعني بتتعب بسبب الرياضة. يعني المشاغل الحياة، الشغل والدنيا، مشغولين أكتر في الأكل والشرب وإزاي يجيبوا لقمة العيش. تبدأ من الصغر، من الأطفال الصغرى في المدرسة، يعلم يعني ايه رياضه، يعني ايه لبس رياضه، يبقى في حصص رياضه مخصوص زي زمان. دلوقتي ما فيش رياضه، الاطفال مش عارفه يعني ايه رياضه. راي حضرتك؟ هو قالوا الكلام اللي احنا بنقوله يعني مساله يعني اولويات. هو اللي يعني عدد محدود، بس هم برضو مهتمين برياضه البطوله وكره القدم. وكره القدم ما هو عندنا مشكله في المجتمع المصري ان هو مختزلين صوره الرياضه في كرة القدم. بالظبط، يعني ما عندهمش أي، مش هنقول اعتراف، بس اهتمام بأي نوع من أنواع الرياضات التانية بشكل أو بآخر. هي كرة القدم هي اللي ليها أولوية ومتصدر. والله هو الإعلام قايم بالحكاية دي. يعني ده دور الإعلام يعني لأن في رياضات كتير إحنا تميزنا فيها وهي دي اللي بنجيب فيها ميداليات وما هياش كرة قدم. رياضة رفع الأثقال عندنا لو ميداليات ذهبيه كلها بتاع الاولمبيه العالميه. بالظبط، المصارعه، الدايفنج خدنا فيه ميداليات، اللي هو الغطس باشكاله المختلفه، السباحه الطويله كنا ابطال العالم، السكواش، يعني في حاجات كتير غير كره القدم. بس هو الاعلام اختصر كل الموضوع بقى في كره القدم. هي طبعا رياضه محببه، ولو جينا نكلم الاعلام هيقول يعني اصل الناس عايزه كده. ما هو الناس بتتشد لكده، هي الساحره المستديره. بالظبط، هي اللي ليها اولويات عالميه ومحليه ودوليه واقليميه. هو الكابتن لطيف هو اللي عملها كده، سهلها سهلها الله يرحمه، وبقت هي اللي كانت بتذاع بشكل مباشر. لكن كره السله في مصر كان لها امجاد. كرة اليد دي أقرب لعبة جماعية في بطولة العالم في المستوى، جابت رابع عالم، حاجة جميلة جدا. الكرة الطايرة برضو مشتركة في الدوري العالمي أكيد، لكن مفيش ضغط إعلامي عليها. وفي نفس الوقت التوعية بتاعها أو نشرها ما بيتمش من خلال معلومات الناس بتكش منها، لأن فيها احتكاك وفيها قوة وسرعة. يعني مش كل الناس تقدر تمارسها بالشكل. كره القدم كره القدم سهله برضو، يعني احنا عندنا مشكله في الالعاب الفرديه برضو. مصارعه احنا فيها ابطال عالم، الجودو، كاراتيه، تايكوندو، كلها العاب فيها ميداليات. العاب القوه، الجري والمشي. يعني الجري ده ميداليات كتير جدا، بس احنا مش فيها، مش مضغطين عليها في ده. بس دي رياضه بطوله يعني، برضو لازم الناس، وده مش واضح للناس، في فرق كبير جدا ما بين الرياضات النشاط بشكل عام. يعني احنا بنقسمه في عندنا اتكاليه كمان يا دكتور، يعني يعني المواصلات كمان، يعني بنعتمد على المواصلات بشكل كبير جدا، هي الرياضه بتاعتنا. لكن مثلا لو في مشوار صغير جدا ممكن اخده مشي، لا اكسل وممكن اخد هو الحقيقه يعني الزحمه عملت مشاكل وعملت مشاكل في الحركه بتاعه الطرق. لكن انا لا عاوز اقوله ان الرياضه قطاعات. كل رياضه، كل قطاع منها ليه فلسفته وليه اهدافه، ليه كوادره، ليه الناس اللي تشتغل فيه، ليه البرامج الفنيه بتاعته، ليه المسابقات بتاعه. يعني مش كلها زي بعض. يعني رياضه البطوله دي حاجه لوحدها،
كانت رياضة احترافية فيها ضخ أموال، فيها استثمار أموال، فيها دعاية، فيها إعلام، فيها إلى آخره. أما تيجي بقى رياضة الجامعات فيها وقت الفراغ وإزاي أنميه، والوقت برضو فيه تفكير إن يتعمل من ضمن متطلبات الجامعة ممارسة الرياضة عشان يبعدوا عن الانحراف وعن الإرهاب وعن الإدمان، شغل الفراغ بشكل مفيد. يعني ده هدفها وفلسفتها. نيجي بقى للمدرسة، النمو المتزن عشان أطلع مواطن سليم صحيح البدء، يقدر يدي مجهود. هو الراجل اللي عاوز يشتغل ده عاوز يشتغل، مش عاوز إن يبقى عنده قدرة مثلا تحمل. هيجيب التحمل منين إذا كان ما اشتغلوش رياضة؟ هيجيب سرعة الأداء منين؟ هيجري ينط ازاي على الاتوبيس؟ مش لازم يبقى عنده سرعة، لازم يجري، يكون في مرونة كمان، مش كده برضه؟ يبقى عنده يعني قدرات بدنية اتعلمها، فطبعا تفرق. طيب دكتور، يعني حضرتك رئيس اللجنة العلمية للنهوض بالرياضة بوزارة الشباب والرياضة، لو احنا بنتكلم على الجهود اللي بتقوم بيها وزارة الشباب والرياضة في وضع حلول والمساهمة في تغيير بعض الثقافات الخاطئة اللي موجودة في مجتمعنا، والتنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أخبارها إيه؟ والله هو الفترة دي في تنسيق كامل بين الوزراء الثلاثة، يعني الدكتور خالد عبد الغفار، الدكتور طارق شوقي، الدكتور أشرف صبحي، عاملين بروتوكولات وابتدوا يشتغلوا مع بعض، وحاليا بيعملوا مشروعات الخاصة بالرياضة في الجامعات ورياضة المدارس، وكمان إن شاء الله يبقى في برنامج رئيس للياقة البدنية بشكل عام للشعب، والناس اللجان فنية بتشتغل ليل ونهار بحيث تطلع هذه المشروعات للنور. يعني في فعلا زي ما حضرتك قلت وزي ما طلبتي، لا فعلا يعني في خامة رئيس السيسي الحقيقة في الوزارة الجديدة فيها نوع من التنسيق المتكامل ما بين الوزراء. يعني الوقت بقى فيه بروتوكولات بين الوزارات مع الاستثمار مع الصحة مع يعني كل، ما فيش وزارة بتشتغل لحالها وكل واحد بيقول انا عندي ده، انا مش في جزيرة منعزلة. الوقت بقى فيه تداخل، في تنسيق، في بروتوكولات بتتعامل وبسرعة شديدة واضحة للي بيتعامل معاهم. ففعلا الثلاث وزارات زي ما سيادتك طلبتي اوريدي فعلا بيشتغلوا في المشروعات دي بشكل متعاون، تعاون كامل، وده شيء احنا سعداء بيه جدا. طيب هل في بعض المعوقات موجودة في المدارس او موجودة في مراكز الشباب او موجودة في الاماكن المنوطة بالاهتمام بالرياضة؟ هو عشان ما كانش في تعاون كانت المشاكل دي موجودة. لكن بنفترض جدلا انا ما عنديش مثلا ملاعب في بعض المدارس اللي اتبنى عليها وكده، عندنا مراكز شباب فاضية الصبح، عندنا 4300 مركز شباب، عندنا 1500 نادي. لما يتعاون وزارة الشباب مع التعليم عندنا المدن الرياضية جوه الجامعات، مدن رياضية كاملة. فما يتعاون الثلاث وزارات دي مشاكل المدرسة هتنتهي، اللي هي نظرة الملاعب قلتها، الفصول اللي اتبنت عليها. مثلا ممكن يخصص يوم رياضي في الأسبوع مثلا في مركز شباب، في مركز معين شباب يكون هو مساحته متاحة لكده، أو في الجامعة متوفرة بعض الملاعب. تمام. أو الأماكن المؤقتة، خاصة إن زي ما قلنا إن الكليات بيطلع فيها تدريب ميداني، كليات التربية الرياضية تدريب ميداني على المدارس. بدل ما هو يروح المدرسة ينقلهم عنده في الكلية بملاعبها في المدينة الرياضية بتاعت الجامعة. يعني هذا التعاون حل كتير من مشاكل الفصول وانها اتبنت على الملاعب اللي كان جوه المدارس. ده هتعمل حلول كتير جدا. هو هذا التعاون بلا شك هيأثر تأثير إيجابي جدا على عملية الممارسة جوه المدارس. طيب هل في بعض المقترحات، يعني أخيرا معاك دكتور كمال، يعني بعض المقترحات اللي المفترض ان احنا ناخدها من تجارب دول تانية، ان احنا نسعى في الفترة اللي جاية ان احنا نطبقها في مدارسنا وكذلك في مراكز يعني الشباب المختلفة في جميع المحافظات، ما يكونش الاهتمام بس في محافظات القاهرة الكبرى، لا يكون في اهتمام بالمحافظات التانية في مصر بشكل او باخر، والنجوع والقرى، كل دي يعني مليانة مواهب ومليانة يعني المفترض طاقات يجب ان تستثمر بشكل او يعني يتم استثمارها بشكل ايجابي في الفتره اللي جايه. هل في مقترحات لده؟
انا هقول لحضرتك يعني حاجه بس هي مش واضحه للناس. معظم الرياضيين السوبر اللي موجودين في منتخبات مصر صحيح من الاماكن دي لانه في اهتمام في المدرسه اكتر من العاصمه واسكندريه والمدن. في اهتمام في المدرسه وفي اهتمام بالرياضه اكتر، لان كمان مدرس التربيه الرياضيه بيشتغل جوه المدرسه، عنده ملاعب ما اتبنتش يعني كان في عندوش زحمه، يعني ما عندوش زحمه، ما عندوش تكدس. المشكله في القاهره ان انتقل الريف ليها، ما بقتش حضر. فبقت المدارس مش مكفيه لعدد الضخم اللي دخل جوه القاهره او دخل جوه اسكندريه او دخل جوه بورسعيد، لان حتى المدارس بقت قليله، عدد التلاميذ جوه الفصول بقى عدد كبير. وده طبعا الوقت بيتحل، ان بيتبنى مدارس وهتبنى منشآت رياضيه، بس الاستعانه بالمنشآت الرياضيه الخاصه بوزاره الشباب والخاصه بوزاره التعليم العالي انا اتهيأ لي بلا شك هتأثر تأثير ايجابي في حضور الدراسات اللي ممكن تتم من خلال كليات التربيه الرياضيه ومن خلال التدريب الميداني، يساعد كمان على سد الفجوه للمدرسين اللي ما بتعينوش جوه المدارس. بالظبط كده. طيب الدراما ليها دور والاعلام برضو، يعني احنا بنتكلم اهو كل واحد بشكل محايد. طبعا طبعا دي حاجات اساسيه. دي حاجات اساسيه، يعني في فترات في افلام كانت بتقلل من قيمه مدرس التربيه الرياضيه او من قيمه المدرب. دلوقتي المدربين اعلى اسعار. بالظبط. يعني انت في مدربين متخصصين اصلا خريجين طب وخريجين هندسه يروحوا يشتغلوا في التدريب. لان يعني الصوره الاستخفافيه دي برضو كانت الدراما ليها كانت جزء كانت طبعا بشكل أو بلا شك لها تاثير. لان هو مش فاهم الكاتب السيناريو مش فاهم قيمه الرياضه بالنسبه للانسان. فدي برضو محتاجه بقى الاعلام الثقافه، ان كمان الاستضافه اللي بتتم في يعني الوقت احنا كنا بنحلم زمان ان يبقى في جزء من برنامج جوه التلفزيون عن الرياضه. كنا بنحلم او نص صفحه قنوات. نص صفحه في جورنال. دلوقتي جرايد متخصصه في الرياضه، برامج، اذاعات بالقضاء. اذاعات بالقضاء. المشكله بقى في دي ان احنا ما عندناش مانع ان النجوم هم اللي يقوموا بالعمليه دي، بس كمان جنب النجوم ما يستدعي حد علمي، يستدعي حد فاهم، يستدعي حد متخصص. يقوم يقدر يدي ويزود المعلومات، ونستثمر الكوره في نشر الرياضه بشكل عام. والقدوه طبعا محمد صلاح، يعني ده ابرز مثال. انا كنت بدرب كره يد. انا كنت بدرب كره يد في الزمالك، فانا بدرب كره اليد كانوا يجوا ناس كتير عاوزين يلعبوا كوره، فييجوا يختاروا منهم اللي بيعرف يلعب كوره. فيبقى اللي بيعرف يلعب كوره اللي هو قصير وقريب مركز ثقله من الارض، ويسيبوا اللعيبه الاجسام الكبيره. كنت انا اخد الاجسام الكبيره اخدها لعبها كره يد، وياخدها بتاع كره السله يلعبها كره السله. ودول يعني انت ما تتفرجي على الفرق الاوروبيه قطعا بتتفرج عليها اجسام كبيره كلها، اكيد صح، كلها اجسام كبيره. لان ديت رياضه البطوله، هي رياضه المواهب والقدرات العاليه. يعني بتعملي احسن سرعه، احسن قوه، احسن تحمل، فده طبعا عاوز اجسام. أكيد. لكن الرياضة العادية اللي هي صحة الإنسان هي اللي بتاخد كل الناس. دكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة العلمية للنهوض بالرياضة بوزارة الشباب والرياضة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار، وإن شاء الله المقترحات والآليات الخاصة بشجاعة تنفيذ القرارات تتم بإذن الله فترة قريبة جدا في مصر. رئيس السيسي ما عندوش يعني ورا الناس على طول. نتمنى ذلك إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام في متابعة قضيتنا النهاردة في اليوم وغدا، واللي حاولنا فيها إن احنا فعلا نقدر إن احنا نوعي بشكل أو بآخر بأهمية ممارسة الرياضة في مصر، والتوازي مع الوعي بالتغذية السليمة مع ممارسة الأنشطة الرياضية خاصة في مدارسنا المدارس المصرية، بالتنسيق كمان مع الأسرة أكيد في مصر. حلقة جديدة إن شاء الله في الأسبوع اللي جاي، وقضية أكيد ليها اهتمام بشكل أو بآخر في مجتمعنا المصري. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، إلى اللقاء.